صباح الفل. يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا الاهبل الاراجوز ده؟ عجبي جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ولا انتوا فالحين بس تاخدوني الحطابه وبورسعيد والكشانات الزباله بتاعتكم دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكوا؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه يا شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لصيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيو، عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكاه في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكو ده، الغردقه لسه كتير جدا. هيا سيف، ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والتربنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها تربنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها تربنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصت فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايه؟ لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركاتير عايزه تتزود. ميه الكركاتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما انت السبب، انت السبب، عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجه انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبه بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر، انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي، ما بتنقرش بتنبر. whatever. يا جماعه خلاص، بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك اهي، وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا. يلا سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها، وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعه مش هينفع، علميا احنا الاربعه لو ركبنا العربيه دي مع الاسره الجميله المدوره دي، العربيه دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعه ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربيه ماشيه زي الحلاوه، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربيه اللي هنركب فيها. مش عاجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عاجباني. كانت كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. انا مش هركب هنا،
ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايد اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه وانا اسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله لو عربيه ميز. سيبها واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم. اللي هتتكلم هتكلمها تبقى. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا يعني، ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني فيلا بالجمال دي اكيد هنخش هنلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقول لك ايه؟ ها انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي. فوريفر يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعدة برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شوية، غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي بس اركب وشي على دماغه. ماشي قصدي على جسمه. ماشي. مو هير اكسكيوز مي. هلو شيتوس ابو الكباتن. هاني الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكوا بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده هي الناس دي رامية العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهان كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء بالذات البنات المقفعه دي. شريهان بليز انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيش يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد ديفينتلي موم افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه؟ الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا، ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ أنا كده مش هعرف أسوق، مش هعرف أسوق. سوق ايه يا متخلف؟ أنت معاك عربيتك أصلاً؟ قول مش هعرف أعوم. جايز ده مو. مو مو أر يو أوكي؟ مو أنا نيلي أنا جيت. مو أر يو أوكي؟ أنت كويس؟ أنت عايش؟ أه عايش بس كنت مريح شوية. ايه ده؟ نيلي هاي. هاي سوري ما خدتش بالي بس انت ايه اللي اخرت كده؟ اتاخرت ايه الساعه 11؟ يا نهار ابيض. ايه كان وراك حاجه؟ كده مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي اشوفكم على البحر.
بقى يا بنات انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مصطول بقلول في اسطنبول. ايه يا مو دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بزبوز. لا 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 يا جماعه كده كتير والله العظيم، هيجيلي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايا؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركم، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لنا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita. Fuego. Oh, no. Get what you got, what that's fuego. Ready? Get what you got, what that's fuego. BPM, fuego. Come on. Get. Let's go. Hay fuego en la disco, síguelo. Que pone a retumbar con ese bum bum, porque ese cuerpo tiembla como sismo. La zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale muévelo rápido. Acelera más rápido, dale muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más, está abajo, es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy yeah. Eléctrica, atlética. مساء الخير. لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام لحظات وهبلغه.